تم تفجير نحو 642 عبوة ناسفة زرعتها هذه العناصر الإرهابية على طرق تستخدمها قوات الجيش والشرطة بهدف استهداف هذه الآليات. أيضا قد تم تدمير 98 عربة تستخدمها هذه العناصر، بالإضافة إلى أكثر من 575 مقرا إرهابيا كانت تختبئ به هذه العناصر ما بين ملاجئ تحت الأرض، بالإضافة إلى عدد من العشش والمنازل التي تختبئ بها هذه العناصر الإرهابية. يعني قوات الجيش الثاني والثالث الميدانيين تشارك في هذه العملية الموسعة وسط غطاء جوي كثيف من طائرات الأباتشي التي تستهدف هذه العناصر وتقوم برصدها حتى تتمكن القوات البرية من مداهمة الأوقار وتنفيذ هذه العملية الموسعة. يعني حسب مصادر أمنية فأن هذه العملية مستمرة وأنها لن تتوقف حتى يتم القضاء بشكل نهائي على العناصر الإرهابية الموجودة بشمال سيناء. ايضا يعني الشرطة المدنية هي تشارك بفاعلية في هذه العملية الموسعة، حيث تقوم بعمليات تمشيط لعدد من المناطق داخل مدينة العريش، بالاضافة ايضا الى نشر اعداد كبيرة من الحواجز الامنية الثابتة والمتحركة والقيام بعمليات تفتيش ودقيق لجميع السيارات التي تمر على الطرق، بالإضافة إلى إغلاق معظم الطرق المؤدية إلى المنشآت الحيوية وأيضا نشر عدد من الحواجز على مداخل ومدينة العريش بهدف فحص جميع المترددين على محافظة شمال سيناء. أفادت وزارة الداخلية في بيان نشر على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باستشهاد العميد أحمد عبد الستار عسكر من قوة قطاع مصلحة الأحوال المدنية بالعريش مساء أمس السبت إثر قيام مجهولين بإطلاق العيارة النارية تجاهه بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. أعلنت بعثة الحج المصرية اكتمال وصول جميع الحجاج المصريين، وذلك بعد وصول آخر أفواج حجاج الهيئات صباح اليوم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج إلى 15 حالة، جميعهم من كبار السن ومصابون بأمراض مزمنة، في حين بلغ عدد من دخلوا المستشفيات السعودية 83 حالة، ولا تزال 39 حالة منها تخضع للعلاج. وأكدت الوزارة أنه لا توجد أي أمراض وبائية بين الحجاج المصريين. وصل إلى محطة أسوان القطار VIP صباح اليوم قادما من القاهرة في أول رحلة ينطلق بها القطار لصعيد مصر، ويبلغ سعر التذكرة بالدرجة الأولى من القاهرة لأسوان 235 جنيها و135 للدرجة الثانية. هذا وتنطلق الرحلات من القاهرة أيام السبت والاثنين والأربعاء، بينما تكون العودة أيام الأحد والثلاثاء والخميس من أسوان، وستكون مسيرة القطار يومية فور الانتهاء من تجهيز القطار الممثل. نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. اليونان تشهد ثاني انتخابات تشريعية خلال عام. أهلا بكم من جديد. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى نيويورك في زيارة تستغرق عدة أيام للمشاركة في أعمال الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة والإعداد لمشاركة الرئيس السيسي الذي يترأس وفد مصر في أعمال الجمعية. كما يشارك شكري في عدد من الاجتماعات الوزارية المهمة، منها اجتماع وزراء الخارجية العرب والاجتماع رفيع المستوى الذي يستضيفه سكرتير عام الأمم المتحدة بشأن الصومال، إلى جانب النقاش المفتوح الذي سيعقده مجلس الأمن لبحث التطورات الخاصة بمكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. نشدت وزارة الخارجية أبناء الجالية المصرية في بوركينا فاسو الابتعاد عن مناطق الخطر والالتزام بالتواصل مع السفارة بالعاصمة واجادوغو. الخارجية أعربت في بيانها أيضا على قلق مصر تجاه تطورات الأوضاع في بوركينا فاسو وتطلعها للنجاح الجهود الإقليمية
والدولية الرامية إلى استعادة الاستقرار تمهيدا لعقد الانتخابات الرئاسية واستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية. كان الحرس الرئاسي في بوركينا فاسو قد أعلن إقالة الرئيس الانتقالي ميشيل كافاندو وحل حكومة إسحاق زيدا. تمكنت قوات الجيش الليبي اليوم من تصفية العديد من العناصر الإرهابية والتكفيرية في محور بوعطني بمدينة بنغازي وسيطرت على مخازن للأسلحة إضافة إلى مقتل 4 عناصر من قوات الجيش الليبي في العمليات. هذا وحقق الجيش الليبي تقدما ملحوظا في محور بوعطني في عملية ملاحقة الإرهابيين وتحرير المدينة من العناصر التكفيرية. وأعلنت القيادة العامة للجيش عن إطلاق عملية حتف العسكرية صباح أمس والتي حققت نجاحا لافتا لقوات الجيش في المقابل خسائر فادحة في صفوف اللاجئين. وللمزيد من المتابعة حول الأوضاع في ليبيا انضم إلينا دكتور أحمد إبراهيم الفقيه وهو محلل سياسي وصحفي متخصص في الشأن الليبي. دكتور أحمد أهلا بحضرتك. صباح الخير أهلا بك. دكتور أحمد يعني هناك تقدم لقوات الجيش الليبي أو تحديدا عملية جديدة باسم حتف وهي عملية عسكرية تستهدف يعني سيطرة الجيش الوطني الليبي على بنغازي. بداية دكتور أحمد يعني هل مدينة بنغازي كلها تقع تحت يد تنظيم الدولة أم أنها مفرقة أو منقسمة بين عدة تنظيمات؟ لا إطلاقا، هي الجزء الأكبر من المدينة الآن تم تأمينه، يعني ناس الآن في مناطق كثيرة من المدينة تمكن الجيش من تنظيفها من الإرهابيين ومن المتطرفين ومن الدواعش وتعيش في أمان. مناطق يعني أو ضواحي زي بوعطني هذه ومنطقة سوق الحوت ومنطقة أخرى أظن يسموا فيها البيبسي أو غيرها، هذه لازالت المعارك دائرة فيها، لم تحسم المعركة، لأن عارف أنت الإرهابيين هؤلاء ليسوا جيشا مثل الجيش الليبي فيه تنظيم وفيه تراتبية، لا هؤلاء يعني ممكن واحد لوحده كما يقولون على الذئب الوحيد، وكذلك هم جيوب وأشخاص وانتحاريين وإرهابيين، يعني ممكن لا يفرق بين مقتل بين محاربة جندي أو محاربة أو ضحايا مدنيين، يعني يأتي لسوق ويحتمي به ويطلق منه الصواريخ أو يطلق منه مدفع الرشاش أو الـ14.5 أو غيره. فهؤلاء يحاربون بطريقة العصابات، والجيش طبعا جيش نظامي يحرص حرصا كبيرا على حماية المدنيين، على عدم استهداف الأبرياء، على البعد عن المناطق المدنية. فكل واحد يختلف بكود أخلاقي وعسكري مختلف، فلهذا هم يعني لازالوا موجودين في بعض هذه المناطق كجيوب. أما الجيش هو فعلا استطاع حسم معركة بنغازي لصالح الشرعية ولصالح الأمان والسلام وعودة بنغازي إلى حضن المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة للدولة. نعم. طيب الدكتور أحمد يعني هل تتوقع أن يستطيع الجيش دحر تنظيم الدولة والسيطرة على كامل الأراضي الليبية من التنظيمات المتطرفة غير حتى تنظيم الدولة؟ أقول لك ما يقوله الجيش وما يقوله الحراك الشعبي وما تقوله الأصوات العاقلة أن ليبيا لا تحتاج إلى قوات دولية كما حصل في العراق وسوريا وغيرها تأتي لمحاربة الإرهاب. الجيش الليبي يقول هو نفسه أنه قادر على
إكمال هذه المهمة وعلى حسم المعركة لصالح أمن ليبيا وسلامها وشرعية الدولة التي تبسط سيطرتها عليها. ولكنه يحتاج فقط إلى مده بالسلاح، يحتاج إلى دعم لوجستيكي، يعني معلش أنت تعينه ببعض المعلومات الاستخبارية، مجموعة عن طريق الأقمار الصناعية، عن طريق أجهزة المراقبة الدقيقة. يعني هو يريد تسليحه ودعمه بالإمكانيات اللوجستيكية والمادية والعسكرية، وهو قادر. يعني مش عايز أنا بريطانيا ولا أمريكا ولا فرنسا ولا إيطاليا ولا ألمانيا تخسر جنودها ولا تخسر حتى عتادها. أنا أشتري العتاد، تعرف أنت سيادتك أن فيه حظر كان صادر من مجلس الأمن على جيش القذافي، هذا الحظر الآن ينسحب على جيش الثورة، على جيش النظام الجديد. إذن هناك يعني مطالبة، هناك مطالبة من المجتمع الدولي إذن برفع حظر تصدير السلاح للجيش الليبي حتى يستطيع القيام بمهامه. نعم، وحتى نعم يستطيع دحر التنظيمات الإرهابية والسيطرة على. هناك دعاوى كثيرة في مقدمتها مصر باعتبارها يعني قيادة في الإقليمية في المنطقة، في المنطقة العربية، تحاول شرح هذا الموضوع إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة وإلى الاتحاد الأوروبي وإلى القوى الدولية أن ليبيا فقط محتاجة لدعمها بالسلاح ورفع الحظر، لأن أنت حتى لو جبت لي سلاح يعني من سوق سوداء وكذا هذا محظور، ممكن أي إنسان يضع ليبيا في خانة الخروج عن القانون الدولي. نعم. نعم تصريحا برفع الحظر تصدير السلاح عن الجيش الليبي حتى يستطيع القيام بمهامه الوطنية. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور أحمد الفقيه المحلل السياسي وأيضا خبير أو صحفي متخصص في الشأن الليبي. في الشأن اليمني أكد مستشار وزير الدفاع السعودي العميد أحمد عسيري أن معركة تحرير محافظة مأرب تسير في الاتجاه الصحيح وفق المخطط له. وميدانيا اندلعت اشتباكات عنيفة على أكثر من محور في محافظة تعز جنوبي البلاد، في حين قصفت طائرات التحالف مواقع للمتمردين في محافظة ذمار جنوبي العاصمة صنعاء، كما قتل 7 أشخاص من بينهم 3 نساء، في حين أصيب 10 آخرون في قصف عشوائي شنته ميليشيات الحوثيين وصالح واستهدف مركزا تجاريا في حي المسبحة في المحافظة. بدأ الناخبون في اليونان صباح اليوم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة هي الثانية خلال العام الجاري، وتأتي تلك الانتخابات بعد استقالة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس في 20 أغسطس بعد خسارة حزبه الغالبية النيابية عند تصويت النواب على ثالث خطة مساعدة للبلاد في غضون 5 سنوات. ويسعى تسيبراس لإعادة انتخابه بعد شهر من استقالته، لكنه يواجه منافسة من قبل زعيم حزب الديمقراطية الجديد فانجليس ميماريكس، وتشير نتائج آخر استطلاعات للرأي إلى أن حزب تسيبراس ستكون له الغلبة. ونظرا لحاجة اليونان لخطة إنقاذ بقيمة 86 مليار يورو، فإن انتخاباتها تحظى بمتابعة وثيقة من الخارج وخصوصا من دول منطقة اليورو. اقتصاديا، تباينت مؤشرات بورصة مصر في أدائها خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم مدفوعة بعمليات بيع المصريين وشراء من قبل العرب والأجانب، وتراجع المؤشر EGX 30 بنسبة 36%، فيما صعد مؤشر EGX 70 بنسبة 77%، وجاء مؤشر EGX 100 باللون الأخضر مرتفعا بنسبة 25%.
يطرح البنك المركزي اليوم نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر ب 6.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوم 2.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 273 يوما. ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويل هذا العجز عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية. أعلن وزير المالية هاني قدري دميان أن توجهات الوزارة في الفترة المقبلة تركز بشكل أساسي على دفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستمر، مما يحقق 3 محاور رئيسية هي سد الفجوات الإنتاجية من السلع والخدمات وتحقيق التنمية المستدامة والتشغيل، مشيرا إلى أن هذا يتطلب استثمارات ضخمة وتدفقات استثمارية مستمرة تحتاج لإجراء إصلاح هيكلي واقتصادي واجتماعي. قال محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر إنه تم توفير اللحوم بأسعار مخفضة ما بين 55 إلى 60 جنيها، وذلك بعدد من المنافذ المنتشرة بالمحافظة استعدادا لعيد الأضحى المبارك. وأكد المحافظ أن بيع اللحوم بأسعار مخفضة في هذه المنافذ سيستمر حتى بعد العيد. منافس جديدة، منافس موجودة ومستمرة وبنتابع الأداء فيها، والحمد لله الناس ماشية طبقا اللي تم الاتفاق عليه. احنا بنعدد المصادر، احنا عندنا الزراعة دلوقتي منتظمة معانا، القوات المسلحة في منافذها منتظمة معانا، شركة دولية منتظمة معانا، منافذنا في كل حتة فيها اللحوم البلدي اللي بالختم الأحمر اللي الناس كلها بترغبها بالسعر اللي في متناول كل الأسر المصرية من 55 ل 60 جنيه. رياضيا، تجرى اليوم قرعة الدوري الممتاز المقرر انطلاقه في 21 من أكتوبر المقبل ومواعيد مباريات الدور الأول، وذلك في مقر اتحاد الكرة بالجزيرة. كما سيتم تحديد الملعب الأساسي والاحتياطي لكل فريق بناء على الموافقات الأمنية، خاصة أن اتحاد الكرة طلب الأندية بالحصول على الموافقات الأمنية وتحديد لون الزي الأساسي والاحتياطي للفرق. وإلى استعدادات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لمباراتهما المرتقبة غدا في نهائي كأس مصر على استاد بتروسبورت. يدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للمباراة، وسيخوض الفريق تدريباته بشكل طبيعي دون أي تغيير، في حين سيدخل الفريق الكروي بنادي الزمالك معسكرا مغلقا في أحد فنادق منطقة التجمع الخامس. ومن المنتظر أن يخوض الأبيض ميران اليوم باستاد حلمي زامورا في ميت عقبة، ثم يختار البرتغالي فيريرا القائمة التي ستخوض المباراة. شارك نجوم فريق برشلونة في الحملة الجديدة التي أطلقها النادي الكتالوني لمساعدة اللاجئين، حيث وجه أبرز لاعبي الفريق رسالة المساهمة في الحملة التي أعلن عنها برشلونة، والتي تتضمن جمع أموال لمصلحة اللاجئين وتوعية المجتمع تجاههم ودعم اندماج من اضطروا إلى الهجرة إلى أوروبا. ونشر النادي الكتالوني على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة نجوم الفريق يحملون لافتة تدعو للمشاركة في الحملة، حيث شارك كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دي سيلفا والقائد أندريس إنيستا وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكي، إضافة إلى المدير الفني للفريق لويس أنريكي. وإلى أخبار الطقس، إذ يسود اليوم طقس مائل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة. Thank you.
وصلنا بحضراتكم إلى نهاية نشرة الأخبار وإليكم أهم ما جاء فيها. مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان يتصدر اجتماعات إسماعيل في ثاني أيام الحكومة. البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب يدخل حيز التنفيذ، والرئاسة تبدأ تلقي الطلبات على الموقع الإلكتروني. العملية العسكرية الجديدة للجيش الليبي مستمرة، وتصفية العديد من الإرهابيين والتكفيريين في بنغازي. شكرا لكم وإلى اللقاء.